وأؤمن بأن الذي قلته في صميم قلبه في الواقع، ولكن قرار اليوم يرجع عنه غدا في أكثر الحالات، وغالبا ما يكون الالتزام بما نقطع من وعود على أنفسنا أكثر ما ننساه بسرعة مهما فعلنا في الحقيقة، ويكون الالتزام بما نقطع من وعود على أنفسنا هو في الحقيقة أكثر ما ننساه بسرعة مهما فعلنا. طالما أن الدنيا ستزول ذات يوم أيها الإنسان الطامع، لماذا تغرق بالحزن عندما تنتهي حالة حب؟ هل العشق يلاحق القدر أم القدر يلاحقه؟ لم يستطع أحد بعد حل هذا اللغز.